احنا بشلك هالبيروك اللي فوق راسي. شو شيء قشطونة؟ يربي لك حياتي. شيء قشطونة هي مش باروكة. لك هيدي شو هي؟ هيدا شعر الطبيعي. أنا خلقت شعرة. كان شعرة؟ شعرة. قلت لي انه مش ممكن تنغرمي برجل متزوج، وقلت لك تختاري. لا ممكن انغرم وهو ممكن قوي وهو مثلا ما يقول لي انه كان متزوج. ينضرب على قلبه يعني. في كثير رجال كذابين بايامنا اليوم، بس انت رويده اذا ما بدك تقولي لي هيدا او هيدا او هيداك معك كذابين. عم تقلبي فتحت لها زروحها تصفر. لا يا رويدة ترجع تضحكيني فجأة ما تلاقيني. بصلي جيبوا لها بصلي مشان تبكي تن. لا دغري بتبكي. ها شو خلص بليز رويدة خبريني. لا عن جد خبريني إذا بدنا هلا نمسك ريشة وألوان ونرسم شب الأحلام مثلا بركي يكون ممثل السوري من الدراما السورية اللي فيها كثير شباب حلمين، مين هيك بترسمي؟ كيف بكون شكله؟ اف كثير حلو بس مجوز وبحب ديما. ديما ديما مرته مثل القمر كمان واولادهم بياخذوا العقل. انا بحب تيم كممثل وبتحبيه كشكل كمان كشاب. اكيد كل البنات بتحبه كشكل اكيد لانه شاب كثير حلو. يعني هلا استانتس او شبيهيه الممثل تيم حسن. بس انا في عندي فارس احلام براسي يعني اكيد. كيف شكله؟ شو لون شعره؟ أكيد اسود اسمراني اكيد. شعره اسود حمصه. شو بدك حماصني اختي؟ لا قصدي قصدي انه بتحبي يكون انه من حمص من منطقتك؟ مو ضروري يكون من حمص. بيكون بوقف شعراته مثلا بالجل؟ لا. طب ممكن يكون غير سوري؟ لبناني. ما بعرف انا ما بحياتي حلمت والله شو بده يكون جنسيته. لا بحلم كشاب كيف بكون مثلا عيونه كبار. بس هلا بحكم عيشتك بلبنان بحس انه اذا بس انا ما كثير بخفق على الطرقات. لا بس انت كمان رويده يعني صحيح ما بنشوفك عم تخفق على الطرقات بس انت عم تدلب لبنان ومعلش انه نحن اللي باقيين عنا بلبنان الشباب انه بينعدوا على صبيع الايدين. هل جاي تخطفي رجل لبناني من درب الصبايا اللبنانيات اللي عم بتابعونا هلا ويمكن اصطفوا خارج استديو لحتى يحلشوكي يمكن يحلشوني؟ يا لطيف شو من شعري يا اليسرى؟ منيح منك حاطه اكستنشن. لا حياتي شعرها شعره مبين. ما عم بقول منيح منا حاطه. ويلي شو صناويه يا عواطف. احنا بشلك هالبيروك اللي فوق راسي. شو شيء قشطونة؟ يربي لك حياتي. شيء قشطونة هي مش باروكة. لك هيدي شو هي؟ هيدا شعري الطبيعي. انا خلقت شعره. كان شعره؟ شعره. وانا بس خلقت عن جد انا خلقت شعره. تتمسخر علي ما تخلوني اركز. ذكرتيني بجيراننا ضحكت علي. لا بس انا بس خلقت سنابل القمع. سنابل القمح. سنابل القمح دابت هيك ماتت دابت من لون شعري وغير. قالت لك العمى شو هذا مثل ما انت هلا غيرانه وطاقه. اوه ايه هيك عم تغري غير. طبعا عن جد بتفكري ترتبطي بالرجل اللبناني يحمل الجنسيه اللبنانيه والباسبور اللبناني؟ لبناني بيحمل الجنسيه اللبنانيه كيف زبطت؟ كلنا مع بعض نحن عندنا فول باكج مش مثل عندكم عن جد. والله ما بعرف يعني صراحه اذا كان نصيب يكون لبناني ما بعرف هذه الشغله نصيب. بس يكون اسمراني عيونه كبار شفافه كبار. مش انا عيونه كبار انا عيوني هالقد. عسى مش ممكن تتنازلي الشامخ طبعا يكون. مش ممكن تتنازلي باللوك مثلا اذا نفسيت من جوا حلوه. ربنا جميل ويحب الجمال. شو بدي اتجوز قرد انا وقاعد وحده؟ بعدين بتضربي خط الرجعه وقاعد بتطلع فيه انا يا حياتي بحبك كثير انا يبعث لك حمى على هالشكل. بس بعد مرات بقولوا الحب اعمى اذا بكون حامل في الصبح بسقط. إذا بكون بشهر. طب بالزمانات حبيتي رجل بيكبرك ب 15 سنة، هلا بتفكر إنه بدك كمان رجال كبير ليقدر يحضنك ويعني يكون هيك أكثر عم بياخذ دور الرجل الأب أكثر من إنه الرجل الصديق؟ لا ما كثير بال 50 سنة يكون عمره. عن جد بتحب يكون في فرق خمس سنين هلا بيناتكم؟ بفكر يعني خمس ست سنين مو اكثر من هيك يعني مش أكتر. هذا المعدل اللي ممكن انا اقبله بس من عمري مثلا اكون قاعد معي ما اغلظه. بتقولي له يعني كن صديقي لشريكك المقبل؟
لا بدي اكون حبيبي، لانه انا لاختار شخص يعني صراحه لازم اللي بحبه يعرف يتاكد لما انا بحب بجنون وبعطي كل ما عندي وبحافظ على الرجل. وانا بنت ما بعرف خيانه ولا بعرف خون، حتى بيني وبين حالي اذا اعجبت بشخص اعجبت بس ما بقى افكر بحدا ثاني. يعني كثير حريصه مخلصة. لحتى ما احط حالي بموقع مخلصه. بس بزمننا اليوم زمن الاوغاد، كيف بدك تلاقي شريك حالي مخلص؟ حاسه حالي قاعده بمسلسل تاريخي. كيف بدك تلاقي شريك مخلص رويدا؟ اكيد موجود، يعني لو خليت خربت يعني اكيد الرجال. في اشخاص الرجال قليل رجال رحمه لو كان بالبيت فحمه حبيبتي. حلو هيك بقول حبيت البتر. هلا اليوم طارق اخذ عني مجال عبد الله حيطه ولا شو بدنا نعمل عبد الله حيطه. رح انسحب رويدا. يفضل. مع حاسستها اكل شطه. رويدا خبريني كل هالجمال كل هال فريشنس، يعني اللوك تبعك اسم الله، يعني بوتوكس ولا بدون بوتوكس؟ انه مش معقول، خبرينا من وين كل هالجمال. مو باين في بوتوكس مو في ولا مو في لسه ما في ما في لسه ما جربته. ما بتفكري بالعمليه؟ هلا كم سنه جربت؟ بعدك زغطوره. ايه شو 27 لساني بالعشرينات انا بعتبر حالي. طب مين من الشباب المطربين الموجودين اليوم على الساحه العربيه بتحسي ممكن يكون فارس احلامك؟ فارس احلامك؟ وما تقولي لي النصيف زيتون، لانه نصيف عنده زينه. يخليهم لبعض يا رب. اكيد لا. هي ليك شو مكيودة هي تكون هي متضايقة من زينة؟ ابدا ابدا يا ويلي. قولي ابدا وتطلعي فيي. ابدا ليك العيون النظرة يا مامي ايجي ما بدك تجاوبيني هيك. حدا بيعجبك انه ما ضروري انه يعني شكلا تستحت شكلا مضمونا، بس ما تقولي لي مثلا انه نفسيته حلوه وروحه حلوه، كمان الشكل انه اكيد بهمك، انه ما يكون مثلا مثل مدقه الثوم حدك اسم الله انت طويله. مدقه الثوم عن جد لانك اسم الله في طول. هات الاس في طول 73 حلو. شو اشتقلك الكلاب بدي اثبت لك؟ انت قد ايه عواطف بطولة توصل؟ 160 اكيد. انا مزبوط كيف عرفت؟ اه بتقولي طولي؟ ايه بس بقول اكيد، وبقول كمان مثل بيقول العطور الثمينة نعم توضع في اصغر القناني. الله اكبر. كله طويلا في السماء نجمة وكله قصيرا في الارض فجلة. هلا يعني ما تخاف انا هيك طول بلغلي، بس انا ما بحب ابدا انه اجرح او جرح بضيوفي، بس بليز بس قلتيها يا عواطف. قلت لا انا عم بقول ما بحب بقول. انا قلت ما بحب بقول ما قلت طول بلغلي. خبريني مين بتحب من الفنانينك بس يطلع يغني مثلا على المسرح تقول اوف شو قوي شو حمش مثل ما قلت بفترة الطفولة كان يعجبك جارك الحمش؟ لا كنت حب الصبيان اللي يكون حمش، الصبي الغليظ ما كنت حبه. مين من الفنانين اليوم في عندهم حماشة؟ حماشة؟ حماشة بالحبشة؟ حماشة 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 حمادة انت باللسان العربي مكيوني حمادة. على فكرة كثير شطور حمادة جنن طبعا خبى كل العمليات مش مبين انه باتشي قلوتشي كمان طبش. مين حمادة؟ حمد الكوافير الخاص بي لك. نحن الفنانات عنا على طول. بس ايوه عم تقول لك مخبى كل العمليات مش مبين. قالت لك هيك ما سمعتيها وقت بتقولي لها ما انتبهت. انا سالم كم عم بقول باتشي قلوتشي دينتك الطرشة ما بدك تجاوبي على سؤالي رويدا. انا كثير بحبك وبحب صوتك. ما شو قلتي ما بتحبيني؟ لا بحبك وبحب صوتك، ما بحب اغنيتك الاخيرة ما بدي اقعد بالبيت. منزل اللي بدي اياه وقت اللي لازم يكون ينزل خبر عني. مش ضروري انا ضلني لازقه بخلقه العالم، بالنهايه الناس حتزهق مني. شو مثلا شو كل يوم بدها تلاقي خبر؟ رويدا لبست سكربين. بس مثل ما قلت لك عواطف في فنانات يعني من الصف بس الاول بس بتقرا الاخبار احيانا وبلا صوت. اذا بتقرا الاخبار احيانا انت بتلاقي انه خبر ما في شيء. يعني انا اذا ليكون عندي خبر له قيمه بينزل للناس، يعني بالنهايه ما
كلف حالي احكي مع والله ولا قال رفيق تشتري المجله لانه في خبر الي مثلا انا قاعده مع عواطف. رويدة بما انه عم تستخف بالفقر بكره خلينا نشوف الريتنج بس تكون عواطف دخلت على كل حال مش رح جيبك هني قالوا لي وزكلي ومثل ما درتي لي دينتك الطرشه رح درلك دينتي الطرشه. رويدة ما جاوبتيني وفي مثل بيقول درب الحبيب مثل اكل زبيب وانت ما اعطيتيني اسم فنان شو بو قلت لك كلهم حلوين انت ما سمعتيني شو اسمه شو بو فارس كرم قلت لك شو اسمه الفنان اللي انت بتختاريه ليش غيراني لانه ما فيك تحكي مثلي في غيري عم تتاكلي حبيت لا بالعكس يعني فارس كرم طويل كثير بكون انا واعمل مثلك والماما شو رايها هلا اذا تغنشت بتزعل منك وبتحطك بالغساله وبجرن الكبه نحن بنرفض طلع فيلم رعب خبريني هلا سكرت القلب نهائيا ولا بعدك هيك تركي الطاقه مفتوحه لحتى واحد يقدر يتسلل ويعربش في طاقه مشان تهوي وتفتحي له وتفوتيه وتحضنيه بقلبك الكبير الكبير ايه بس هو يعرف كيف يدخل يا ويلي مع هالطريقة ما حدا بده يفوت بعتقد بس هو يعرف كيف يدخل ايه قال كثير انا بس بعتقد كثير من اللي عم بتابعونا اليوم ويعني عم بخافوا منك لانه قلت قبل بدك واحد هو انه هو يكون اهم منك، مين برايك اهم منك؟ من الموجودين اليوم على الساحة فنية؟ رجال بس شو أنا ما رجل. كانت عم تحكي شو عن الفنانين هي كانت لا عم تحكي عن بس ما خلينا ناخذها على العواطف من خلال الفن يا ما فهمت عليك حد يعني عم بتقولك اشياء ما قلتيها حاسه انا هيك مين بتحس من الفنانين اهم منك وهيك لو كان غير متزوج مثلا انه كنت قطفتي من الشجره شو عم قطف تفاحه انا؟ ما بدك تجيبي على ولا سؤال هيك قال ابدا ما بدك تجيبي على ولا سؤال عم بطرحه لا تهاليك ما بيعجبك حدا بالوسط الفني شكلا؟ ايه ما كنت عم اقول لها بس في كتار يعني عاصي مثلا كثير حلو راغب كثير حلو بس مجوزين شو قد بدي اشطهم من نسبة عم بتقول لك شكلا شكل انت بتقبلي انت تكوني مثلا بركي ما بنزل على درة ما بتقبلي صدقتك ابدا لو كنت مثلا مغرومة لشوشتك وغرقانة وبقى في غير ايدك فوق المي ابدا ولا ممكن تفكري ما بحب الشريك باي باي عواطف باي باي ميرسي عزمتك باي رويدة مبروك على اللوك الصيفي وعلى الثياب الصيفية كثير حلو حطوني من كل الميلات ايه من كل الميلات اطلعي سلو موشن لحتى يشوفوكي منيح ارسل سلو موشن هلا لحتى تشوفوكي ابطا ابطا شوي يا ريت في مروحة تطير لي وعيونك عيونك شغلي لنا عيونك الحلوين يا ويلي انا كيف لقيتي عواطف؟ كثير حسيت انه حتكني وكتير هي مأثرة بكتير قصص